الأسبوع الرياضي من التلفزيون الجزائري، مرحبا بكم. بعد 8 أشهر من الغلق القسري بسبب فيروس كورونا، قررت وزارة الشباب والرياضة أخيرا إعادة فتح المجال لممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق. تبعات هذا القرار وما الذي ستستفيد منه الاتحادات بعد هذا القرار لتحضير رياضيها للمنافسات المقبلة وخاصة الدولية والقارية منها؟ في هذا البرنامج أيضا سنتحدث عن الاتفاقية التي دارت بين الاتحادية الجزائرية لرياضة فيتنام فيات فودا والرياضة المدرسية، وما هي الأشياء التي سيستفيد منها الطرفان مستقبلا. وللحديث أيضا أكثر حول هذه المواضيع نستقبل كلا من رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة فيتنام فيات فودا سي محمد جواج، مرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. مرحبا طيبة. بك. وأيضا أسعد باستضافة أو نسعد باستضافة أيضا سي عبد الحفيظ إيزم، رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات المدرسية، مرحبا بك. شكرا سي بلال على هذه الاستضافة، وتحية للمتفرجين التلفزة الجزائرية. شكرا، الشرف لنا. وأيضا أسعد باستضافة المدرب الجزائري في رياضة ألعاب القوى بشير معريش. بشير مرحبا بك وشكرا على التلبية. مرحبا بكم، شكرا على الدعوة هذه. مرحبا بك. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نذهب للتفاصيل سنذهب في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة نسرين شبوط حول تبعات قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بالسماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ثم نعود للنقاش. بعد توقف دام 9 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ها هي وزارة الشباب والرياضة تقرر إعادة بعث الروح للرياضة الجزائرية التي تمارس في الهواء الطلق وفق بروتوكول صحي صارم. المسؤول الأول على رأس الوزارة قام بخطوة إيجابية لتشجيع بقية الاتحاديات بعد التوقف الذي أثر عليهم وعلى الرياضيين. أغلبية الاتحاديات تبقى مصرة على استراتيجية عملها التي تعتمد من خلالها على العديد من الأموال، منها فحوصات PCR. مشاكل والأزمات المالية تبقى النقطة السوداء التي تعاني منها هذه الاتحادات، فالقرار ورغم تأخره يفتح عدد التساؤلات حول قدرتهم على مسيرة وتطبيق البروتوكول الصحي. لتبقى الاتحاديات المعنية بهذا القرار تنتظر مساعدة السلطات العليا لأجل إنجاح انطلاق البطولات الخاصة بها والتحضير لقادم المواعيد. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وقبل أن نذهب للنقاش لا بأس أن نذكر بأن المنتخب الوطني لكرة اليد يلعب في هذه الأثناء مباراته الودية الدولية ضمن البطولة التي تحتضنها بولونيا. المنتخب الوطني سيلعب هذه المواجهة بتعداد مكتمل بعدما التحق رباعي الناشط في البطولة الفرنسية، وقبلهم الحارس خليفة غضبان الناشط في البطولة الفرنسية. إذن بالتوفيق للمنتخب الوطني لكرة اليد. إذا نعود للنقاش وأبدأ مع المدرب في رياضة ألعاب القوى سيد بشير معريش. سي بشير، إلى أي مدى يبقى قرار وزارة الشباب والرياضة مفيدا للرياضيين بصفة عامة قبل أن نتحدث في التفاصيل حول طريقة تحضير الرياضيين؟ العودة أصلا إلى أجواء التدريبات ربما تعطي دفعة معنوية كبيرة لكم كتقنيين وأيضا للرياضيين. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا في ألعاب القوى كانت شوية تعطيل هذا القرار. علاش؟ لأن كنا احنا كامل المدربين بالأخص المدربين تاع ألعاب القوى كنا نستناو في شهر أفريل تكون هاد المبادرة هذه من الوزارة، على خاطرش احنا في الأتليتيزم في ألعاب القوى كان تعطيل شوية. كان في أفريل داروا هذاك اللجنة تاع الميتسين، داروا اجتماعات وقروا، وحنا عرفنا كيفاش الوقايه تاع الكوفيد 19 ولينا نعرفوا. دونك حنا في الاتليتيزم كنا يعني عندنا حلول باش نقدروا ندربوا. درنا تعطيل تاع 8 شهور
الان جات هذا القرار، قرار مليح، خير من اللي نزيدوا نقعدوا يعني شويه نقعدوا معطلين في التدريب، خاصه الرياضيين النخبه تاع الفريق الوطني اللي كانوا، خاصه الرياضيين اللي يديروا بطوله افريقيه. نعم، عندنا بطوله افريقيه في الجزائر في سنه 21 في جوان في وهران ان شاء الله. نعم. دونك كانوا معطلين شويه، ولهذا القرار جا شويه متعطل، وان شاء الله درك الرياضيين راهم يدربوا تاع الفريق الوطني موجودين في الخارج اللي يعملوا العاب الاولمبيه في طوكيو، واللي يعملوا البطوله الافريقيه، عملوا تربص في تلمسان وعملوا تربص في تكجده. الان راهي نقدروا نقولوا باللي واحد 50% تاع التدريبات بدات للتحضيرات اللي راهم جايين لي زوبجيكتيف اللي قراب ان شاء الله. نعم سي ماريش، هذا القرار ربما يراه البعض غير كافي لتحضير الرياضيين، خاصه رياضيي النخبه المستوى العالي، باعتبار انه الاعتماد فقط على التدريبات خارج القاعات او في الهواء الطلق يساعد فقط على التحضير البدني لا غير. لا هي شوف، هي في كاين دي ديسيبلين اللي يعني حسب التخصصات. نعم احنا في الالعاب القوى التدريب تاعنا نديروه في الهواء الطلق. اغلبيه تاع التدريب يحضر الرياضي في الهواء الطلق. عندنا غير يعني في ندخلوا لاصال في التحضير تاع الميسكيلاسيون يعني تاع القوه البدنيه ولا اللي ندخلوا للصاله. اما التدريبات كامل تكون في هواء الطلق. وحنا المدربين في الالعاب القوى، علاش قلت لك انا الكوفي هذا في الالعاب القوى احنا ما درناش مشكل. المدرب بعيد على الرياضي، حوالي دائما يكون مدرب بعيد على الرياضي، والرياضيين بعيد على بعضهم. لهذا قلت لك انا كنا شويه معطلين في التدريب، لكن الان نقدر نقول لك باللي هي تكون فيها تعطيل. احنا عندنا درك حوالي 20 اسبوع البطوله الافريقيه. راح نتحدثوا عليها بعد قليل، وخاصه استئناف او انطلاق البطوله بالعدو الريفي مطلع العام المقبل، راح نتحدثوا على هذه النقطه. سي جواد محمد، انتم ايضا كنتم معنيين بهذا القرار مثلكم مثل جميع الاتحادات، ولكن اغلب تحضيراتكم او بنسبه كبيره تكون داخل القاعات، ولكن رغم ذلك استبشرتم بهذا القرار لانه بدايه تحضير لانطلاق موسم والتعامل الجدي مع هذه الجائحه، جائحه فيروس كورونا. والله يا اخي بلال، تمنيت لو كان هذا القرار يمسنا، لكن للاسف الشديد ان هذا القرار الاخير لوزاره الشباب والرياضه لا يمس فئة التلفون القتالي بصفة عامة، هنا خاص بالرياضات الهوائية فقط. وبالتالي كنا ننتظر فتح المجال أمام كل الرياضات لبداية التدريب، خاصة أن كل النوادي الرياضية بإمكانها التحكم في الرياضيين، بإمكانها اتباع ما ينص عليه البروتوكول الصحي من أجل منع تكاثر الفيروس. لكن يبقى دائما القاعات مغلقة، رغم أننا قدمنا إلى وزارة الشباب والرياضة بروتوكول خاص بكيفية إعادة التعامل مع هذه الجائحة، لكن إلى يومنا هذا ليس هناك أي رد. نتمنى إن شاء الله أن يكون الرد قريبا، خاصة أن هذا طال كثيرا، وهناك طلبات كثيرة من مختلف الأولياء والرياضيين للرجوع إلى الرياضة. سي جود سامح لي لو سمحت، إلى أي مدى أنتم متأخرين في التحضيرات أو الاستعداد لانطلاق البطولة؟ والله سننطلق من الصفر إذا كان صح التعبير. 9 أشهر نحن في السنة الماضية كنا نظمنا البطولة الوطنية، لكن لم ننظم الكأس الوطنية والجائزة الكبرى، وإلى يومنا هذا لم نبدأ بعد في التدريبات، بالرغم أننا حاولنا خلال هذه الجائحة من تنظيم بعض الدورات عبر النت، عبر قنوات التباعد يعني اجتماع عفوا السوشيال ميديا يعني عبر الفيسبوك الى غير ذلك. حاولنا ننظم هناك منافسات خاصه بمختلف الاصناف واللي كانت فيها مشاركه قويه. رغم هذا الا ان اغلب الرياضيين حاليا يعني يتدربون ممكن فرادى في الغابات، وعلى بالك ما يخفاش ان الفوفينام فيت فوضاو هو فن قتالي، هو فلسفه، لديه اختصاصات، لديه كاطا يعني الكوين، لديه اختصاص سونغدين منظمه
بالتالي يتطلب التدريب والمراجعة التقنيات حتى يبقى دائما متذكرا ويبقى دائما محافظ على مستواه التقني. الجزائر بمستواه العالمي الكل يعلم هذا، لكن علينا الآن يعني إذا كان يعني فتحوا تدريبات علينا أن نضاعف ونجتهد أكثر من أجل إعادة المستوى الجزائريين إلى المستوى العالمي. نعم، نحن نرجع إليك ونرجع لعبد الحافظ إيزم، لكن بعدما ربما نربط الاتصال برئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى سيد ديب. سيد ديب مرحبا بك. بداية، ربما قرار وزارة الشباب والرياضة بإعادة أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق يساعدكم كثيرا كاتحادية لبداية التحضيرات، لأنكم تعتمدون بنسبة كبيرة على المساحات الخارجية أو الواسعة. إلى أي مدى أنتم مستعدون لضبط برنامجكم نحو الاستحقاقات المقبلة، خاصة لرياضي النخبة الذين يحضرون للألعاب الأولمبية على سبيل المثال؟ شكرا على الاستضافه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال يعني احنا استقبلنا هذا القرار بصدر الرحب. على كل حال هذا يعني كنا ننتظره منذ زمان، يعني ان يصدر قرار مثل هذا، واليوم الحمد لله صدر القرار من طرف السلطات العليا للدوله حتى تبدا الممارسه الرياضيه على في الهواء الطلق، ومنها على خصوص رياضه العاب القوى. هذا ما يعني ما يعنيش ان يعني انتهينا من هذه الجائحه، وانما احنا نعمل على حرص ان يعني نتفادى كل خطوره تاع هذه الجائحه، لان نشوفوا ان الارقام يعني ما زالت يعني صعيبه ومقلقه. وعلى هذا احنا يعني اعطينا توصيات للرياضيين باش يبداوا التدريب تاعهم مع يعني يديروا البروتوكول، مع البروتوكول الصحي، مع التباعد الاجتماعي. ويعني على كل حال احنا في الحقيقه الرياضيين والرياضيين النخبه حقيقه مالغري يعني هذه الجائحه هذه ما حبسوش التدريبات اللي كان يدرب على مستوى الشواطئ، على مستوى الغابات، على مستوى الحدائق، الطرقات. ولكن الان الحمد لله يعني كانت هذيك مرحله يعني تاع تحضير بدني جنرال يعني. والان الحمد لله مع هذا سوف ندخل ان شاء الله في ندخل الميادين والمضامير من اجل التحضير الجيد للمواعيد القاريه القريبه، وخاصه بطوله افريقيا التي سوف تجرى هنا بالجزائر في جوان 21، وكذلك الألعاب البحر المتوسط. نعم سي حكيم، 2022. نعم سي حكيم، 16 من جونفي المقبل ربما ستقصون شريط انطلاقة المنافسات الوطنية، بداية بالعدو الريفي من الجلفة. احنا نعرف أن العدو الريفي يشارك فيه عدد كبير من الرياضيين، إلى أي مدى سيكون احترام البروتوكول الصحي ناجع وقادرون على احترام هذه التعليمات الصارمة من طرف وزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الطبية؟ نعم، على كل حال يوم ابتداء من 16 جانفي سوف كما قلت نقطع شريط بداية يعني مرحلة التنافس، خاصة العدو الريفي اللي يجرى كما نعرفوا في ميادين يعني شاسعة في عدو في في, في, في الأرياف. احنا يعني اعطينا كذلك توصية ان يكون يعني حد اقصى حد ممكن نتاع احترام البروتوكول الصحي حتى ما نطيحوش يعني في فخ سهولة عند العدائين. وكما قلنا مازال الجائحة مازال مستمرة. على كل حال في هذا الإطار احنا حددنا يعني عدد المشاركين في كل سباق حوالي 50 رياضي او ورياضية لا اكثر، وتكون يعني نديروا يعني ان خط الانطلاق يعني طويل حتى نساهم في التباعد. على كل حال الرياضيين لما تبدا يعني السباق يكونوا منظفرين واحد وراء واحد، وان شاء الله فيما يخص المنظمين سوف يحاولون. نعم سيدي لو سمحت فقط، 50 رياضي، اي طريقه ترونها ربما انسب لانجاح هذه المنافسه وهذه التظاهره؟ هل عن طريق التشخيص السريع ام الذهاب
إلى تقنية البي سي آر التي تعد ربما باهظة ومكلفة بالنسبة للاتحادات الجزائرية، وهذا شيء واضح حتى من خلال تنظيمها للبطولة، فما بالك بتظاهرات كبرى مثل هذه؟ سوف نذهب للتشخيص السريع إن شاء الله، واحترام البروتوكول الصحي بحذافيره، خاصة التباعد، خاصة كذلك الكمامة تكون إن شاء الله عند جميع المنظمين أو جميع اللي ما يكونوش في يعني على مستوى المضمار، والرياضيين إلفوا يعني يكملوا المنافسات، هما يحترموا كل تدابير البروتوكول الصحي. وكما قلت لك رحنا رايحين نديروا على اقصى حد وهو 50 رياضي في كل سباق. نعم سيد عبد الحكيم، ان شاء الله باش نعود بعوده تدريجيه للمنافسه حتى نحضر جيدا العدائين تاعنا الرياضيين تاعنا. نعم عبد الحكيم ديب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا. نعم سيد إزم، ربما لا تزال الكثير من الاتحاديات رغم سرورها بهذا القرار وسعادتها العودة إلى التدريبات، لكن يبقى مشكل احترام البروتوكول الصحي هو ما يؤرق جميع الاتحادات حتى الرياضات المدرسية. هذا يعني بكل يعني بكل صراحة يعني أمور ماهيش سهلة. نعم. ماهيش سهلة باش تكون تطبق بكل جدية في الميدان، ونعرف بلي البروتوكول الصحي يتطلب إمكانيات، والإمكانيات خاصة على لو فاكسان تاع البي سي آر هذا اللي هو راهو يعني غالي بعض في الاخر، ما يقدوش كاع الاتحاديات يوفروه للرياضيين تاعهم، ولكن يعني بالإرادة وبتباعد يعني تباعد الجسدي وبالوقاية تاع النظام الصحي نقدر نوفر للرياضيين باش يقدروا يتدربوا بكل ارتياحية إن شاء الله. بالنسبة للرياضة المدرسية سيد حفيظ، ما تظنش أنه كاتحادية لوحدكم ربما لا تستطيعون تطبيق هذا البرنامج بحذافيره، ربما الاستعانة بوزارة التربية قد يسهل عليكم بعض الأمور، لأنه الأمر توعوي أكثر منه مالي وإمكانات، لأنه إحنا لما نعرف في حد ما يتدخل الأستاذ أو يعني الأمور تكون سهلة شوي. على كل حال إحنا في وزارة التربية، على كل حال وزارة التربية ما يخبلكش بلي النشاط الرياضي يجي من ينبثق من المادة التربية البدنية، والمادة التربية البدنية هي راهي بدات تطبق في المدارس. نعم. كاين المادة راها من الأساتذة يعملوا بالبروتوكول الصحي في الميدان، ويعملوا بكل حذر على التلاميذ باش ما يكون فيها بزاف التقارب ما بينهم، ولكن بامور يعني كاينين دي بروغرام لهم يديروا فيهم برنامج وين ما يكونوش كاع التلاميذ، خاش كاين وين كاين 50 تلميذ في قسم واحد، قسموهم على افواج وراهم يعملوا يعني يعملوا في بكل وقايه، وهذوك ان شاء الله بعد ان شاء الله باقرب وقت ان شاء الله راح تنطلق المنافسات الوطنيه والدبر الولائيه. نعم. باش ننطلق للبطولات الوطنيه ان شاء الله. نعم شكرا لك سيد مارش. العاب القوى كانت من بين الرياضات التي اجازتها وزاره الشباب والرياضه لان تعود الى بدايه التحضيرات في الهواء الطلق، لكن دائما نطرح السؤال، هل العاب القوى ربما ليس عليها ذلك التركيز الشديد في احترام البروتوكول الصحي باعتبار انه التحضيرات اغلبها تكون فرديه ومتباعده؟ هي شوف العاب القوى يعني ما كاينش مشكل تاع البروتوكول الصحي هذا، احنا على بالك في التدريب في العاب القوى عندنا تدريبات حتى الرياضيين فارقين على في هذاك هذاك التباعد هذاك، دونك وحتى المدرب ما يكونش لاصق مع يعني التوجيهات عن بعد. نعم يعطيك الصحة، لكن كما قال الرئيس تكون فيها مشكل، احنا ما تعرف احنا الى يديروا البي سي ار يعني بالفلوس تاعهم كما نقولوا احنا بالدراهم تاع دي كلوب سا سرا ديفيسيل. علاش؟
احنا في الالعاب القوى ما عندهمش امكانيات، عندنا فرق اللي يعني عندهم يعطيو لهم في الدي جي اس كونفونسيون تاعهم بالك حوالي واحد 10 ملايين دينار في 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 العام كامل، وكان يعملوا يعني بالبي سي ار بالمصاريف تاعهم ما يقدروش يعملوا الا غير الاتحاديه كما راه يقول تكون يعني صعيبه الفرق باش يعني يديروا البي سي ار بالفلوس تاعهم بالدراهم تاع الفريق تاعهم. سي جواد، من بين ابرز ربما المقترحات التي ترونها كاتحاديه يعني باللعبه تاعكم، ولا نعتقد انكم تختلفون في الكثير مع الاتحادات، انه الذهاب الى تقنيه البي سي ار سيكون مؤرقا ومكلفا في نفس الوقت، ولكن ما هي البدائل الان، البدائل المطروحه او التي اقترحتموها للوزاره والتي ربما ترون فيها يعني قبول وتطبيق في اقرب وقت؟ والله اخي بلال، بالنسبه للبي سي ار اعتقد انه باهظ الثمن ومكلف لكل الرياضيين بصفه عامه سواء الاتحاديه او الانديه. هناك اجهزه سهله اللي هي مثل الترمومتر اللي قياس درجه الحراره في عند دخول اي رياضي. بعد ذلك هناك التباعد الاجتماعي. نعم. وقبل بدايه التدريب ضروري ان يحضر الرياضي بالكمامه. اعتقد انه ليس بالضروره البي سي ار. لماذا؟ لان هناك انديه كره القدم عند ما قاموا يدخلوا التربص تاعهم كانوا داروا البي سي ار، بعد ما دخلوا للملعب يعني ظهرت نتائج ايجابيه اصيبوا بها، وبالتالي لا يعني لا تكون حل يعني نجاع التوقيت تاعو قصير جدا. يقدر اليوم يكون ما عندوش غدوه يقدر يكون عنده، ولهذا اعتقد ان قياس درجه الحراره اليومي مثل ما يستعمل في المساجد مثل ما يستعمل في مركز البريد المرافق العامه ضروري جدا انه يكون يوميا، وبالتالي حتى نتفادى التكلفه يعني هذا الجهاز اللي هو يعني باهظ الثمن، ولا يمكن اي اتحاديه او رابط او نادي باش يقدر يخلص هذا، او خاصه يعني الرياضيين اغلبهم ونحن الان في هذه الازمه لا اعتقد انه الكثير من يعني يقدر يدفع هذا. يجب علينا ان نتساهل لان الرياضه اعتقد انها تقوي المناعه مناعة الرياضيين، وبالتالي وكذلك على المدربين والإدارة في نفس الوقت أن يقوموا بالجانب التوعوي للرياضي، يعني كما يقول لك يعني الوقاية خير من العلاج، وبالتالي يجب علينا أن نقوم بتوعية الرياضيين بتجنب التجمعات حتى في الأحياء، لأن الجائحة هذه لا تصيب إلا الرياضيين عن أثناء تدريباتهم. الجائحة هي في السوق، الجائحة هي في المجتمع في بصفة عامة، نعم، في كل مكان. نقول لك أنا مثال، أعطيك مثال آخر. هناك في كل ملاعب الجوارية اليوم نلاحظ هناك شباب يلعبون يعني كما يقول دي مقابلات، عندما يفوز واحد يسجل هدف ينوضوا يتعانقوا ويتسلموا بطريقه لا اراديه، لا احترام لا بي سي ار لا احترام التباعد الاجتماعي. ومع ذلك يعني الحمد لله انها يعني حالات الجائحه حالات الاصابه هي في تنازل يعني في تراجع، والحمد لله يعني نسال الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ان شاء الله. نعم. سي حفيظ، الذهاب إلى تقنية التشخيص السريع كحل مبدئي إلى غاية ربما مع الأخبار المتداولة الآن بإمكانية ظهور اللقاح مستقبلا، الذهاب إلى هذه التقنية ربما ما ظنش بأنه سيكون بادرة خير وفرج للانطلاق والمضي قدما عوض الانتظار وتشديد البرنامج على الرياضيين اللي في الأصل كما قال سي جواد منعتهم قوية بالطبيعة، ونادرا ما نسمعوا يعني بالرياضيين اللي الحالة تاعهم تأزمت، نسمعوا بالإصابات لكن الحالات الحرجة ربما تعد على الأصابع. على كل حال قال السيد الرئيس جواج على الأهم هو يعني هي المبادرات اللي تكون في الميدان. يعني المجتمع رانا عايشين فيه خلاص، هذا الكورونا نتعايشوا معها، دونك لازم نتعايشوا معها بطريقة نظامية بطريقة سليمة، ونظن في إطار منظم ما تكونش مشاكل كما رانا نشوفوا فيها في الميدان الاجتماعي. رانا نشوفوا الاسواق، رانا نشوفوا عده امور وين كاين الضغط بشكل عادي. نعم. إيه على كل حال تمشي حالها عادي، ولكن نعم، وهذا من بين ربما الرسائل حتى ما نديروش مشكل كبير،
ونقدروا نتعايشوا معها. ولكن حتى وزير الصحه اعلنها اكثر من مره بانه يجب انه نتعايشوا معها لانه راح تبقى ربما راح تزيد تكون تبقى معنا ان شاء الله. احنا نتمنى تكون يعني خفيفه وان شاء الله تجوز علينا خفيفه ان شاء الله. ولكن لازم نتعايشوا معها وما لازمش نحبسوا ونقعدوا نستناو وحنا نشوفوا العالم راهم متقدم وراهم خاصه وانه منافسات عالميه كبيره تنتظر نعم. ايه تستنى فيها في الحقيقه اخي بلال تفضل. هناك منافسات ستنظم في الجزائر العاب البحر المتوسط خاصة هناك منافسات دولية وقارية تنظم الآن برغم أن وجود الجائحة إلا أن هناك دول تنظم بطولة عالمية وقارية في دولهم. وبالتالي إذا كان الرياضيين تاعنا أبعاد عن التدريب بهذه الطريقة يعني إحنا المستوى ما ننتظروش النتائج وما كان حسب يعني الأندية والاتحاد علينا نطالبهم بنتائج أكثر. أعتقد من الضروري أنه الإسراع في إعادة فتح أو السماح بتدريب لكل الرياضة بصفة عامة ببرنامج يتمشى والإمكانات نعم والإمكانات واحترام البروتوكول صحيح نعم. سي معليش الرئيس ربما أعطانا رقم 50 رياضي لكل سباق من خلال ربما بطولة العدو الريفي بالجلفة في جونفي إن شاء الله. ما ظنش بأنه 50 بالنسبة لسباق مثل ماراثون ربما يعد رقم معقول ومقبول. هو عدو الريفي ماشي ماراثون. نعم عدو الريفي عفوا. في العدو الريفي اختصاص ما يكونش فيه يعني الرياضيين حوالي بالك ما يكونش 50 في العدو الريفي. هو قال أقصى حد. أقصى لكل سباق. لكن ما فيهش مشكلة إحنا يكون فيه في الديبار يعني كما نقولوا في الانطلاقة. الانطلاقة. لازم تما يكونوا الرياضيين بعدين كاين هذاك البعد بيناتهم ولهذا من 50 انا ما فيش مشكل حتى لو كان يكون 60 رياضي ولا 70 رياضي ما فيش. الفيروس ماهوش راح يجي في الهواء ما يجيش في الهواء الفيروس راح دوك حنا رانا عندنا التجربه عندنا كما قال الزميل سيد الرئيس قال لك عندنا عام ولفنا درك كيفاش حتى في المنزل تاعنا مع الاولاد تاعنا مع في الحي في بين الوقاية أصبحت عادة لازم تتعامل معها تعرف كيفاش. ولهذا الفيروس ماهوش في الهواء احنا في الألعاب القوة ولا في الرياضة الفردية ولا يعني كما نقولوا الاتليتيزم ولا الدراجات ولا هادو ما فيش مشكل برك يكونوا رياضيين واعيين مع المدربين تاعهم والمدربين هما اللي يوعيوا الرياضيين تاعهم. سنحاول بعد قليل ربط الاتصال برئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية باعتبارهم أيضا رياضة معنية بهذا القرار. سي جواد ألا تظن بأنه حان الوقت الآن لعدم الضغط أكثر على الاتحادات بما أنه أصلا الضغط راهو على الرياضيين بدرجة أولى خاصة لما يكونوا عندك رياضيين أبطال وعندهم ألقاب ويحضرون لمنافسات عالمية ألا تظن بأنه حان الوقت أنه نخفف الضغط عليهم بتسهيلات على الأقل من جانب المادي؟ فعلا هذا أعتقد ضروري جدا أننا يجب علينا أن نخف على هؤلاء الأبطال ولو أن من الجانب أني خاصة العمل النفسي نعم خاصة العمل النفسي أن الأغلبية أنهم منهارين. هناك يعني الرياضيين الأبطال اللي هما نخبة اللي في الفريق الوطنية هم أعتقد أنهم ما زالوا يمارسوا يتدربوا فرادة في الغابات في الحدائق إلى غير ذلك. لكن الرياضيين الأصناف الأخرى الأصناف الصغرى يعني الأبطال يعني اللي عند مستوى وطني غير ذلك اللي كان ينتظر في هذه السنة يكون بطل لكان ينتظر في هذه السنة أنه يلتحق بالفريق الوطني نعم. لكان كان يعمل ويجد ويكد باش يشارك في ألعاب البحر المتوسط تكون هنا في الجزائر. هؤلاء الأبطال أعتقد لابد علينا من التخفيف عليهم بفتح القاعات الرياضية وبالسماح بممارسة الرياضة في أقرب وقت حتى نرفع من معنوياتهم. هناك يعني بعض الشباب قال لك كي لحقت يعني وقتنا باش نطلعوا جاتنا هذه الجائحة وبالتالي 9 أشهر يعني بدون تدريب بدون منافسة خاصة بدون منافسة. هناك من يتدرب لكن تدريب بدون هدف بدون منافسة أعتقد أنه نوعا ما يصعب شوي يعني في الجانب المعنوي إذا كان صح التعبير ما يخليش الرياضي يكون دائما معنوياته طالعة كما نقول هنا بالدرجة. وعلى هذا ضروري جدا أن نخفف على هؤلاء الرياضيين. نعم الآن يلتحق بنا عبر الهاتف خير الدين برباري رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجة الهوائية. خير الدين بداية مرحبا بك وشكرا على تلبية هذا الاتصال أو هذه الدعوة.
ربما أنتم أيضا معنيين بالقرار بسماح ببداية النشاطات الرياضية في الهواء الطلق، وأصلا دراجة الهوائية هي رياضة تمارس على الهواء الطلق. انتظرتم كثيرا هذا القرار، ولكن ما مدى استعداداتكم إلى هذا الحد المنافسة المقبلة، خاصة لانطلاق البطولة الوطنية، وهل أثر على برنامج تحضيركم طيلة فترة التوقف؟ السلام عليكم، تحية مسائية إلى كل متتبعين التلفزيون الجزائري. شكرا على هذا السؤال الوجيه، اللي يعني صراحة احنا كاتحادية تلقينا بارتياح كبير هذا القرار اللي جاء من السلطات العمومية من أجل السماح بالعودة إلى التدريبات وكذلك المنافسات، خاصة نقول أن رياضة الدراجات يعني من الرياضات اللي حتى ممارستها يعني نقدر نقول شيء سهل لتطبيق البروتوكول الصحي، خاصة أنه كل رياضي فوق الدراجة تاعو في إلا مسافة يعني الأمان ما بينتهم. لهذا نقول لك أنه يعني الاتحادية كانت يعني عمل التحضيرات للعودة للنشاط قبل العودة قبل الإعلان على ذلك، من خلال تحضير يعني بروتوكول صحي وعمل يعني اجتماع عن بعد مع مختلف المدراء التقنيين الولائيين من أجل شرح البروتوكول الصحي. الاجتماع الذي أداره يعني الطبيب الفيدرالي وكذلك المدير التقني الوطني. لهذا يعني حاليا احنا رانا جاهزين، والاسبوع هذا ابتداء من يوم الاثنين ستتم كذلك عقد اجتماعات على مستوى كل الجهات سواء الشرق الجزائري والوسط والغرب الجزائري من اجل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله التام
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. يعني العودة يوم 22 جونفي المنافسات، أين سأعطي شخصيا الانطلاقة الرسمية للمنافسات من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، والتي ستكون يعني انطلاقتها على كل التراب الوطني بالنسبة للسباقات الجهوية والوطنية. على أن ننطلق يعني في البرنامج الدولي سي برباري لو سمحت، شهر جوان إن شاء الله. عفوا لو سمحت، يوم 22 جونفي تتحدث على الانطلاق أول منافسة وطنية، العدد الذي سيشارك في هذه المنافسة، البروتوكول الذي سوف تسهرون على تطبيقه، أيهما ترجحون للعمل به؟ هل الذهاب إلى تقنية البي سي آر وهل لكم الإمكانة الكافية لإنجاح أو توفيره، أم الذهاب إلى تقنية التشخيص السريع واحترام التباعد الاجتماعي وما إلى ذلك حتى تنطلقون وتتفادون التأخيرات الكثيرة؟ نعم، ما يخفلكش أنه يعني في رياض الدراجات يعني دام البروتوكول تاعنا سواء اللي حظه يعني كان فكره نابعه من الاتحاد الدولي من خلال لا كوميسيون ميديكال، هو يعني انه العمل بسيستم تاع الطوقعه يسميه يعني سيستم دو بول. هذا السيستم دو بول هذا راح يكون يعني كل فريق راه ملزم باش يكون يعني يعمل الاجراءات والفحوصات تاعو يعني قبل المنافسات، وهذا الشيء يعني راح يحافظ حتى مثلا اماكن الاقامه راح يكون يعني كل فريق يعني يكون يعني مكان الإقامة تاع وحده. وهذا الشيء فيما يخص يعني المنافسة تكلمت على البي سي ار ولا يعني لو تيست اونتيجين، احنا نقدر نقول لك باللي أغلبية يعني الفرق راح تعتمد على الانتيجين في ظل يعني الإمكانيات المحدودة، كذلك الاعتماد على التباعد الاجتماعي وتقيد الصارم بالإجراءات والتدابير الوقائية على غير الكمامة ولا يعني المحلول المطهر، بما انه كذلك الكمامه يعني عندها اوقات تستخدم واوقات يعني اثناء المنافسه تنزع. لهذا يعني نقول لك باللي حتى تنظيم السباقات يعني يخضع لبروتوكول خاص انه نجنبوا التجمعات الكبرى، بما انه يعني كل صنف ستقام المنافسه على حده ويكون يعني فارق زمني بين كل منافسه. هذا الشيء اللي راح يسمح لنا انه نحافظوا اكثر شيء على صحه الرياضيين، بما انه خاصه رياضه الدراجات يمكننا في بدايه الامر نعتمدوا على اختصاص السباق ضد الساعه فردي اللي كل رياضي ينطلق وحده بين كل رياضي ورياضي دقيقه. لهذا نظن باللي ان شاء الله الهدف تاعنا الاول والاسمى هو صحه الرياضيين، وكذلك يعني العوده تدريجيا للمنافسات خاصه انه عانينا كثير من هذا التوقف. نعم سي خير الدين، سؤال أخير لو سمحت، هذا المقترح الذي تكلمت عليه حول تطبيق البرنامج الصحي، هل عندكم عليه موافقة من طرف الوزارة أم هذا اجتهاد شخصي منكم لإنجاح هذه الطبعة وهذه التظاهرة؟ لا، فيما يخص البروتوكول الصحي قبل يعني قبل حوالي 3 أشهر تم يعني عقد اجتماع مع وزارة الشباب والرياضة والمركز الطبي الوطني سي ان ام اف باش ندرسوا يعني خصوصيه الرياضه نتاعنا واليات يعني تطبيق البروتوكول الصحي. لهذا البروتوكول الصحي هذا يعني راه معتمد من يعني السلطات واللجنه العلميه على مستوى وزاره الصحه، وحنا يعني كاتحاديه نسهروا دائما على تطبيقه، كذلك لازم يكون يتماشى يعني مع الجزئيات اللي تتمتع بها كل رياضه. لهذا نقول لك انه يعني رياضه الدراجات يعني من الرياضات اللي يعني لنا يعني اريحيه في تطبيق البروتوكول، اهم شيء هو التباعد وكذلك ارتداء الكمامه في قبل المنافسات وبعد المنافسات. نعم سي خير الدين برباري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا. ربما سي جورج لا يوجد اختلاف كبير في تفكير جميع رؤساء الاتحادات لحد الان، ما فعلا يعني الكل متفق على صيغه واحده تمشي بها المنافسات الرياضيه، كلنا على نفس الخطى.
لأن هذه قناعة كل رأس الاتحاد الاتحاديات وفق الإمكانيات. خلوها دائما بين قوسين. وفق الإمكانيات. خصوصية على كل اختصاص أكيد. ما نقدرش يعني البي سي ار باهظ باهظ كثير وأعتقد حتى أنه يعني أثبت يعني ما نقولوش باللي عجزوا إذا كان صح التعبير لأن اليوم يقدر يكون إيجابي غدا يقدر عفوا اللي يقدر يكون سلبي غدا يقدر يكون إيجابي. بالتالي أعتقد أنه من الضروري القيام بقياس درجة حرارة قبل دائما قبل بداية التدريب وقبل المنافسة والوقاية خير من العلاج. نعم. مشكلة كرة القدم. نعم. كرة القدم راهي منظمة في إطار نظامي راهي مباراة راهي تجرى بكل راحة ولكن الإمكانات مش كيف كيف مش كيف كيف الإمكانات. إذن مشاهدينا الكرام تعد الرياضة المدرسية الخزان رقم واحد لرياضي النخبة وهو موجود في الجزائر مثل ما هو موجود في كثير بلدان العالم. ربما سنذهب في هذا التغطية للزميلة نسرين شبوط التي غطت تغطية اتفاقية ليست الأولى من نوعها وإنما هي السادسة بالنسبة للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية وهذه المرة كانت مع رياضة الفوفينا فياد فودا والتي باتت تلقى ترحابا وقاعدة شعبية كبيرة. نتابع هذا التقرير ثم نعود للبلاط. بعد اتفاقها مع 5 اتحاديات رياضية جزائرية ها هي اتحادية الرياضة المدرسية تبرم عقد اتفاقية أيضا مع الاتحادية الجزائرية للفوفينان فياد فوداو وذلك من أجل النهوض بالرياضة بداية من المدارس وتحسين آليات وانتقاء المواهب الرياضية منذ الصغر في كل ولايات الوطن وتوجيههم وتكوينهم بأحسن المؤطرين والمدربين الجزائريين والدوليين. راح تكون اتفاقية بين الاتحاديتين إن شاء الله راح تكون تعود بالخير على الرياضة الجزائرية خاصة على الرياضة المدرسية اللي فيها أكثر من 8 ملايين تلميذ ورياضة هذه اللي يعني كثير من الأطفال يحبوا الرياضات القتالية هذا الشيء راح يعود بالفائدة على يعني الاتحاديتين وإحنا دائما في خدمة الرياضة ورياضيين خاصة. اتفاقية عمل وشراكة تهدف إلى دعم الرياضة في المدارس خاصة التي تضم عددا كبيرا من الرياضات والاختصاصات في فئة عمرية ينتظر منها أن تكون مستقبل الرياضة الجزائرية. وحسب رئيسي اتحادية فوفينان فياد فودا محمد جواج والرياضة المدرسية عبد الحفيظ إزام فهذه الاتفاقية ستسمح بتنظيم بطولات مدرسية من خلال امتزاج الرياضيين المتمدرسين بنظرائهم المنخرطين في الأندية الوطنية والهدف منها اكتشاف المواهب ليصبحوا أبطال المستقبل. الاتفاقية احنا خصصنا يعني الطور الابتدائي ما يخفاكمش الطور الابتدائي عنده خصوصياته والتم اللي لازم تكون فيها البذرة ملتم اللي تبدأ يعني النمو الرياضة بأكملها راح تكون هذه الاتفاقية تخص خاصة الرابطات الولائية للرياضة المدرسية والرابطات الولائية للاتحادية لبوبينام اللي راح هما يكملوا العمل في القاعدة وإن شاء الله بهذا يعني بهذا الاتفاقية راح تكون إن شاء الله تطوير الرياضة وما يخفكمش الرياضة هي وسيلة تربوية بامتياز. الرياضة المدرسية تعتبر أول فرصة يتحصل عليها التلميذ لإبراز قدراته ومهاراته وتفجيرها مستقبلا بالرغم أنها كانت قاعدة صلبة للكثير من الرياضيين الجزائريين فهل فعلا ستتطور هذه الرياضة المدرسية أم سيبقى الاهتمام بها ضعيفا؟ إذن أهلا بكم من جديد وقبل الحديث حول هذه الاتفاقية ينضم إلينا اللحظة عمار بوزيد المدير الفني بالاتحادية الجزائرية لرياضة الملاحة الشراعية.
عمار مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا الأخ بلال، شكرا الإخوة الزملاء أصدقاء على الاستضافة. مرحبا، إن شاء الله نكونوا خفاف عليكم إن شاء الله. بيت بيتك عمار. ربي يحفظك عمر. اختتمتم قبل أيام تربصا دام لمدة 10 أيام مع رياضيين النخبة. بداية التربص، تقييمكم لهذا التربص، وخاصة وأنكم كنتم معنيين بقرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، باعتبار رياضتكم أصلا في الأساس هي الممارسة على الهواء. سمعنا بأنه كانت في حالة إيجابية، كيف تعاملتم معها والبروتوكول الصحي الذي عملتم به؟ شكرا أخ بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا جد مسرورين بهذا القرار اللي دارته وزارة الشباب والرياضة بفتح المجال للنوادي تاعنا بالتدريب، رغم أنه يعني بالنسبة للاعبين أو الملاحين النخبة كانوا يعني بداوا التدريب تاعهم في شهر أوت في التصريح الأول، وهنا احنا رانا في رابع تربص تاعنا كفريق وطني لتحضير الألعاب الأولمبية. ما يقبلكمش أنه عندنا زوج ملاحين راهم متأهلين للألعاب الأولمبية، وزوج واحد أخرين يعني ننتظر تأهلهم إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. أما بما يخص يعني البروتوكول، يعني احنا رانا يعني نتعاملوا بهذه الجائحة، وأنه كما تكلموا الزملاء مسبقا أنه هذه الجائحة لازم نعيشوا بها ولازم يعني نتعاملوا معها. احنا رانا نتبعوا البروتوكول حسب اللجنة الطبية، ويعني بالنسبة يعني الملاحين أو يعني اللاعبين الفريق الوطني يعني رامدينها بجدية، ويعني عرفوا باللي لازم يعني يطبق مع البروتوكول سينو يقدر يصيب هذه الجائحة. رغم أنه يعني في التربص الأول اللي بدينا في شهر أوت كان عندنا إصابة تاع بنت يعني ملاحة، والحمد لله يعني كان الشفاء يعني حسب البروتوكول. والتربص الأخير هذا كان فيه 3 ملاحين اللي كانوا أصيبوا يعني بالجائحة هذه حسب. عمر سامح لي، رغم نعم فترة التوقف الطويلة، لكنكم كنتم من بين الاتحادات اللي ما توقفتوش، يعني قعدتوا تعملوا لأنه عندكم رياضيين متأهلين الألعاب الأولمبية، كان عندكم رخصة خاصة من طرف وزارة الشباب والرياضة. نفسية الرياضيين أنا ذا كيف كانت؟ احنا يعني كنا محظوظين يعني من بين الأوائل الاتحاديات أو الاختصاصات اللي بدأت تمارس يعني التدريب تاعها، بما أنه كان عندنا يعني زوج ملاحين متأهلين أولمبياد طوكيو إن شاء الله. نفسية يعني الملاحين من قبل كانت يعني ككل رياضي لمدة يعني شحال 6 شهور أو 7 شهور قبل إحنا يعني كان يعني متوقف عن التدريب، نفسية الملاحين كانت يعني ضئيلة ويعني منخفضة كثير، أنه كان لازم علينا نلجأ إلى الطبيب النفساني، انه يعني الملاحين تاعنا درنا لهم طبيب نفساني اللي كان يتبعهم يعني يوميا عن طريق الهاتف. ويعني بما غير ما اعطونا يعني الاتفاقيه بانطلاق التدريبات كان يعني الفرح بالنسبه للملاحين، والحمد لله دوك رانا يعني في تربصات يعني دائمه يعني تحضير البؤولات اللي راهم جايين. رانا في رابع تربص يعني ان شاء الله باقي تربص الاخر يعني على مستوى الوطني باش نقدروا نلجؤوا يعني للتربصات في الخارج ان شاء الله. ما شاء الله. سيزم، متى نشاهد هذا الاختصاص في الرياضات المدرسيه؟ يعني هل فيه تفكير انكم تمشوا لجميع الاتحادات مستقبلا؟ والله احنا مفتوحين لكل مبادره مع الاتحادات وخلاها. نحن احنا اتحاديه متعدده الاختصاصات. نعم. وما يخفالكش احنا في الاختصاصات تاعنا عندنا امام يعني مشاركات دوليه افريقيه وعربيه، يعني قادرين يكون كاين بعض الاختصاصات كما الشراعيه او الميل تاع الملاحه الصنف اوبتيميست يعني اوبتيميست كاين يعني نعم كاين يعني يشاركوا في البطولات المدرسيه. وحنا ماذا بنا مع اتفاقيه مع علاش ما نديروش اتفاقيه مع الاتحاديه باش يشاركونا، وان شاء الله نعطيو الفرصه للتلاميذ تاعنا ولا الرياضيين الموهوبين باش يشاركوا مع
في هذا الاختصاص، وكذلك وعلاش لا يشاركوا في البطولات المدرسية الدولية من خلال الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. سي جواد، شيء جميل أن الوزارة فكرت في الرياضيين النخبة المتأهلين للألعاب الأولمبية، رغم أن القرار كان شوية متأخر، ولكن فكرت فيهم مستقبلا وفتحت لهم بطريقة رخص استثنائية أنهم يزاولوا نشاطاتهم باش ما يبقاوش بعاد على المستوى قبل ما يخرج قرار تأجيل الألعاب الأولمبية. أكيد ضروري جدا، يعني الحمد لله ان القرارات تاع الوزاره في السابق يعني ما وقفش كل الرياضات، كان هذا شيء ايجابي، خاصه الرياضات الهوائيه وحتى البحريه اذا كان صح التعبير المائيه. علاش نغلق على المائيه؟ هما اصلا كاين اصلا موجود تباعد، واصلا يعني كل البروتوكول الصحي موجود بطريقه مباشره سواء في الجائحه او في غيرها، علاش نغلق عليهم؟ حتى كذلك مثل يعني الدراجات، مثل العاب القوى، هناك كثير من الرياضات اعتقد كان بامكاننا السماح لهم بمواصله التدريبات لانهم لا يشكلون اي خطوره في ظل الجائحه التي تمر بها بلادنا. يعني صراحه يعني نثمن هذا القرار الذي سمح للنخبه الجزائريه حتى تكون في المستوى، ونامل ان شاء الله ان تشرف الجزائر في المحافل الاولمبيه والدولية القادمه ان شاء الله. راح نرجع لك سي جواد للحديث عن الاتفاقيه، ولكن سي عمار يقول الاختصاص الثالث سيكون معني بالمنافسات الدولية خاصة الألعاب المتوسطية المقبلة، إلى أي مدى أنتم مستعدون لهذه التظاهرة باعتبارها ستكون في الجزائر؟ وأي بلد منظم يكون الآمال عليه معلقة كثير؟ احنا بالك راح يكون اول تصريح بالنسبه لنا احنا كاتحاديه، انه تفضل اعطيهولنا لنا يعني خاص انه بدينا يعني في برنامج دي اولمبياد باريس 2024. هذا يعني بديناه يعني مؤخر في هذا التربص الاخير، كان لي فرصه انه اجتمعت مع المدربين الوطنيين لاخذ القرارات وتسطير وسطر الاهداف. يعني العاب البحر الاولمبي البحر الابيض المتوسط انه كانت بين الاهداف مع يعني تربصات اللي راه نديروها فيما يخص يعني الالعاب الاولمبيه. صافي دير رانا دايرين في نفس الوقت راهو يدرب لتحضير الاولمبياد طوكيو، يحضر على في نفس يعني في نفس الوقت يعني تحضير للالعاب البحر الابيض المتوسط. ما يخفلكمش انه الالعاب في الجزائر يعني لازم يكون يعني التشريف تاعنا يكون يعني رغم انه الجائحه هذه جات حبستنا شويه، ولكن لازم نديروا يعني جهد كبير عشان باش كيما يقولوا يكونوا فيها نتائج ايجابيه ان شاء الله. ايجابيه ان شاء الله. سي عمار، كاين طوكيو ووهران، ايهما الاتحاديه تعول بصراحه؟ وهران. وهران 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 يعني صراحه يعني ما نخبوش على بعضنا انه يعني طوكيو سيكون مستوى عالي كبير يعني في طوكيو. احنا بالنسبه للملاحين تاعنا عطينا لهم يعني الحوار اللي تحورنا معهم انه يكون فيه يعني على الاقل احتكاك، على الاقل جلب التجربه، على الاقل يعني كيما يقولوا تمثيل وجه جميل يعني مشرف بالنسبه للجزائريين، بما انه يعني مستوى عالي بزاف. رغم انه المستوى يعني بالنسبه للالعاب البحر الابيض المتوسط راح يكون ثاني يعني مستوى عالي، ولكن احنا راح نستغلوا الفرصه انه في البلاد كما يقولوا البلاد تعرفوا البيئه المحيطه احنا يعني مؤخرا كان انه مع رئيس الاتحاديه تاعنا سي حسن جلالي اللي نرحبوا به ونشكره ونتمنى له الشفاء العاجل بالمناسبه. سي حسن طاهر ان شاء الله يعني كانت عنده فرصه انه اجتمع مع اللجنه اللي خاصه بالالعاب البحر الابيض المتوسط، وقدرنا يعني اتفاقيات بما يخص المكان وين راح نديروا يعني المنافسه. راح يكون يعني دوك تقريبا جل التحضيرات راح يكون في المكان مخصص للالعاب البحر الابيض المتوسط في وهران ان شاء الله. نعم، باش يكون فرصه للملاحين تاقلموا مع المكان و... نعم. سي عمار نتمنى لكم كل التوفيق. اذا ابقى معنا فيما تبقى من البرنامج. سي ايزم، الفوفيدنا فياد فودا خامس اتحاديه او سادس اتحاديه تمضي مع اتفاقيه لربما تعد مهمه باعتبار الرياضه المدرسيه دائما هي الخزان رقم واحد لاكتشاف النخبه والمواهب
وعلى سبيل المثال الاتفاقية كان حاضر فيها حماد، حماد اللي هو خريج المدرسة. يعني دائما ما كانت المدرسة تعطينا دائما نجوم يمثلون الجزائر في أكبر المحافل الدولية، لماذا هذه المرة رياضة الفوفيتنام في الفوضى؟ يعني شوف صراحة بدون أنه صديق مقرب ولكن بصراحة والله شرف لنا على كل حال. وإحنا يعني اختيارنا مع رياضة الفوفيتنام واللي يعني نتشرف بها مع الرئيس الاتحادية واللي هو يعني اللي تقرب وهو اللي حبش ينمي هذه الرياضة، وحنا يعني تقبلناها بكل رحب على كل حال وصرحبوا بهذه المبادرة. هي منها يعني ما فيهاش يعني ما تطلبش إمكانيات كبيرة. هذا هو اللي جيت سهل، يعني مشيتوا للسهل الممتنع لربما هذا هو يعني أول حاجة اللي انطلقنا فيها وتفهمنا يعني بأن ننطلق من الطور الابتدائي ما يخفالكش كمرحلة أولى لتنمية هذه الرياضة. يعني تبدأ بخشمان في الابتدائي على بالنا ما عندهمش منشآت رياضية، ما عندهمش في ساحة صغيرة وفي ساحة الأخر وين يقدر يكونوا الإمكانيات استغلالها. احنا الاستغلال تاعنا هو يعني المدربين، لازم يكونوا المدربين مختصين في هذا الميدان وهما اللي يرافقوا هذا التلاميذ في هذا الاختصاص. وإن شاء الله بإذن الله نحاول إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله باتفاق في الاتفاقية تاعنا راح نديروا يعني مظاهرة نموذجية يعني بداية في نديروا يعني تعريفية في الانطلاقة تاعها نديروها في الجزائر العاصمة إن شاء الله. نختاروا مؤسسة من المؤسسات التربوية ونحاولوا نقيسوا كل مؤسسة على بالي ما تقدرش تحاولوا يعني نقيسوا يعني مجمع المؤسسات وين تقدر يكون حسب الإمكانيات المؤطرين تاع المختصين. نعم سي جواد، طرقتم أبواب المدرسة عن طريق اتحادية الرياضات المدرسية، دخولكم إلى المدرسة يطرح الكثير الآن من التساؤلات، كيف يمكن تقديم ذلك المعلم الرياضي أو المحضر البدني اللي يكون في المدرسة يقدر يقدم هذه الدروس في هذه الرياضة اللي تتطلب اختصاص ويكون مدرب مختص، كيف يمكن توفروا هذا الحبكة هذه داخل المدرسة؟ أخي بلال قبل ذلك والله سعدت كثيرا وسعيد معي كل مدربين وإطارة الفوفيتنام وكل الرياضيين بهذه الخطوة الجد إيجابية التي نعتبرها مدخلا لنا، ونثمن هذه الاتفاقية بيننا وبين اتحادية الرياضة المدرسية، ونشكر أخانا حفيظ وكل أعضاء مكتبه على الموافقة وعلى يعني دون شرط والمضي معنا مباشرة. هذا إيمان بالنجاح، تحدي وأنا أحب التحدي دائما. في الفوفيتنام كيف نصل؟ نحن لا يمكننا الدخول مباشرة أو الولوج مباشرة إلى المدارس، وبالتالي يجب علينا المرور بين الوسيط بين وزارة التربية ووزارة التربية والرياضة، الاتحاد الجزائري للرياضة المدرسية. والاتحاد الرياضة المدرسية أذانها صاغية للجميع، فعندما لدينا سمعتنا، وبالتالي الأمر الأول الذي نشرع فيه إن شاء الله هو أن كل النوادي أصلاً الدخول تاعنا يكون عبر نوادي الفوفيتنام الموجودين في 34 ولاية. كل نادي موجود في بلدية معينة يعني راح يرسل أو يخصص مدرب أو مدربين اثنين أو ثلاثة حسب الإمكانيات تاعو اللي راح هم يكونوا مدربين على المستوى المدارس الابتدائية، يعني حتى يكون كذلك لذلك المدرب يعني يمكنه متابعة الرياضيين عن قرب واكتشاف المواهب وممكن انتقائهم وضمهم إلى ناديه في المستقبل، حتى نسمح للتلميذ بالمشاركة في منافسات وطنيتين، منافسة خاصة بالرياضة المدرسية وبهذا ومنافسة خاصة بالفوفيتنام في الفوضو كبطولة، وبهذا نكون قد رفعنا من مستوى أو عدد المشاركين سواء في الرياضة المدرسية أو في الاتحاد الخاص بالفوفيتنام في الفوضو. أعتقد سمح لي حنرجع للرقم لكم حابين توصلوا له سي جواد، يعني رقم المخارطين في هذه الرياضة. حبيت بك نعرف سي عبد الحفيظ، الآن وزارة التربية، نحكي على وزارة التربية لأنها فاعل الآن في هذه المعادلة اللي درتها الآن،
تجاوبها، كيف راح توفر لكم هؤلاء المختصين في الرياضة والإدماج تاعهم في المنظومة أو البرنامج التربوي السنوي؟ حقيقة على كل حال باش ما يخفالكش، في إطار اللجنة المشتركة ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية، كاينة يعني اتفاقية ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية باش تسهلنا هاد في خصوص هاد الاتفاقيات اللي اندرت مع الاتحادات الأخرى، ومنها راح تسهل وزارة التربية من خلال مدراء التربية والولايات مع الرابطات الولائية للرياضة المدرسية باش تكون الافتتاح حول المدارس الابتدائية وتكون فيها سهولة يعني هذا التنشيط وهذا النشاط الرياضي يكون إن شاء الله في المؤسسات التربوية إن شاء الله. نعم، نكمل معك سي جواد، شوفوا مع المخرج إذا تكرم يحضرنا فقط البورتري لوحدة الرياضية راح تعرف عليها لأول مرة سي جواد، ولكن قبل ما يجهزوها لنا عندي سؤال فقط. نعم الهدف من هذه الاتفاقية إلى أي رقم يريد أن يصل سي جواد من عدد المنخرطين خاصة التلاميذ؟ والله اليوم نحن لأن الرياضة أصبح عندها قاعدة شعبية الآن لا بأس بها. فعلا اليوم في اتحاديتنا نقول لدينا 20,000 رياضي ممارس رسميا، لكن نحن نسعى إلى توسيع هذه الرقعة والرفع من المستوى، نريد أن نصل إلى 50,000 ولا أخفي عليك طموحي أكثر من 50,000 لأن رقم كبير، لأن ليس بكثير رقم كبير لأنه لا انطلاقة هذه. هناك 8 ملايين تلميذ. نعم. هناك مدارس جمع عندنا حوالي 200 نادي، اذا كان في كل مدرب يعطينا يعني مدربين فقط يكونوا في مدرستين فقط في كل بلديه يعطونا قسمين يكون فيهم على الاقل 40-80 تلميذ او 100 تلميذ، احسب وحدك شحال العدد كيفاش راح يكون. وبالتالي نحن لا نطالبهم بضروره اللباس الخاص بالفوفينا في البدايه، بالبدله الرياضيه عاديه يمارس الفوفينا يكتسب بالحركات المهارات، ولا نطالب بضروره تكون قاعه خاصه حتى في الساحه يمكنهم ان يكون يمارسوا الرياضه في الساحه. ما يؤثرش على الميكانيزم لا يؤثر، هناك تقنيات خاصه يمكن في الاستغناء، يمكن الاستغناء عن البساط ويمكن الاستغناء عن البساط، وبالتالي نقدروا تكون هناك تدريبات خفيفه، وحنا بالعكس حنا نقدم خدمه هذا لكل الرياضات، لان عندما ندخل نكون هذا الرياضي في الصف الابتدائي ممكن في المتوسط تكون عنده قاعده رياضيه، ممكن في المتوسط يحب يغير اذا كان راح اي فن قتالي اخر او رياضه اخرى تكون عنده قاعده، وبالتالي احسن يعني نغطي الفراغ اذا كان صح التعبير اساتذه التربيه البدنيه حابين يكونوا يعني. والشيء الاجمل ان مدربينا مكونين من جانب التقني وكذلك من جانب البيداغوجي، عندهم شهادات مربي رياضي العام بالتوقيت الجزئي، كلهم مكونين لدى المعهد الوطني التكوين العالي عين البنيان، نشكرهم بهذه المناسبة. يعني كل الامور متوفره لنجاح هذه الاتفاقيه. نتمنى فقط اسمح لي خلينا نرجع لك ندعوكم جميعا حتى سي عمار نكتشفوا البورتري هذا للرياضيه سي جواد، لاول مره ستمثل هذه الرياضه في الالعاب الاولمبيه.
أنا تحضيراتي مع المدرب كانت منذ 2014 والتي لم تتوقف حتى 2024 إن شاء الله، لأنه تسطير المدرب والبرنامج تاعه إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024 كان تحضير صعب ومشي بالسهل، لأنه لا يخفاكم تعرضت على الإصابة، والإصابة هذه اللي وقفتني عن الرماية منذ 2015 حتى 2018، بعدها عاودت وليت وبفضل المدرب وبفضل المجهودات اللي قمنا بها احنا الاثنين، والحمد لله كان لي الشرف اني مثلت الجزائر وبعد عراقيل كبيره وما كانش بالسهل. كان لي الشرف أنه في 2010 ساهمت نادي تيبازا بأول مهرجان، وهذا المهرجان كان وطني هو للرماية بعد ما كنت أنا لاعبة كرة اليد، وكان عندي فضول لحمل السلاح ولما لا المرأة تحمل هذا السلاح، فاخترت البندقية وشاركت في أول مهرجان منه اللي بنت فيه وتحصلت على الميدالية الذهبية. حتى تولى أنه المدرب تاعي يشري لي بندقية ونعود بالماتريال تاعي الشخصي أنا والمدرب اللي منها حققنا نتائج وكنا بعاد بعاد كثير عن الماتريال تاع الفيدراسيون، لأنه للأسف ما عندهمش، ولو كان أقل حاجة هي لأنها تعاوني هي نسكات وسيب الإلكترونيك باش ننجح ونشارك في المباريات اللي تكون عن بعد. والله الكوتش تاعي هو حضرني ذهنيا وقال لي بلي لازمك تتمتعي بالماتش تاعك وتكوني فيه كأنك شاركتي عدة مرات، هو باش نقول لك بلي أول مرة أني أتأهل، وهذا بالعكس هو فتح لي باب اللي راح ندخل فيه يعني ألعاب أولمبية، هي وجه آخر مش كيما الألعاب الأخرى اللي كنا نلعبوا فيها، وإن شاء الله راح نشرف الجزائر أحسن تمثيل إن شاء الله، وإن شاء الله راح نشرف الجزائر أحسن تمثيل إن شاء الله. إذن أهلا بكم من جديد. سعمار، هدى ربما مثال للرياضية اللي رفعت التحدي لتتأهل إلى طوكيو. هذا أكيد، بما أن الرياضية يعني تقطع مسافة طويلة باش تدرب، تحدي كبير. أكثر من أحجواج. هذا أكيد. صح. تحدي كما يقولوا يعني يكون فخور ب يعني ممثله للجزائر في الالعاب. نتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله. سي جواد، قبل ما نختم لانه الوقت ما قعدناش كثير، الله يسمح لي انا حبيت دير تعليق تفضل. نرفع لها القبعه من قسنطينة الى البويره باش تدرب، يعني كان بامكان يعني كان هناك طرق في قسنطينة قادر تدرب، هناك الاتحاد بذلت يعني جهد قليل يعني صغير مش حاجه كبيره. يعني ممثل الوطن، ممثل الجزائر، هذه سفيرة الجزائر في طوكيو، تحية خاصة لها. نعم. سي حفيظ إزم، ربما هدى ستكون في يوم من الأيام مصدر فخر وتقدر تجيب لنا ميدالية ومشاركة طيبة، لأنه في هذا الاختصاص كاين بلدان ربما من الصعب أنك تنافسها لأنهم معروفين بهذا الاختصاص، لكن الإرادة التي تعمل بها هدى ربما نتوقع أن تكون مشاركة طيبة. والله لو حبيت نقول الإرادة هي الأهم وهي الأول، الإرادة تاع الرياضية وخاصة المدرب اللي راهو وقف عليها ووقف على تدريبها، نظن هذه يعني لابد يعني تكون عندها الاعتناء من الاتحادية ومن اللجنة الأولمبية بأنها راهي مؤهلة للألعاب الأولمبية، نظن لازم نعطوا لها كل الإمكانيات اللازمة باش أموها تكون يعني تشرف الوطن، وان شاء الله علاش لا باش تكون مع الاوائل في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا قبل قرب نهايه الوقت سي عمار، ربما نتمنى لكم التوفيق فيما يخص تحضير رياضيه النخبه للالعاب الاولمبيه في قادم الاستحقاقات، وقبل ذلك
وهران 2021 لننتظر منكم إن شاء الله نتائج إيجابية. وشكرا على تلبية هذه الدعوة. شكرا، نشكركم على الدعوة هذه، وإن شاء الله يعني نتمنى التوفيق لكل الرياضيين توانا، خاصة المتأهلين لطوكيو 2021 إن شاء الله. إن شاء الله سي جواد، كل التوفيق فيما ينتظركم أيضا من منافسات، وإن شاء الله نتمنى انطلاق البطولة في أقرب وقت، لأنه هذه الرياضة ممتعة كثير. والله هذه أمنيتي وأمنية كل الرياضيين الجزائريين، أن نلتقي مرة أخرى على البساط وفي مختلف المنافسات، هذا ما نصب إليه. نتمنى أن في أقرب وقت إن شاء الله أن يفتح لنا الأبواب للعودة مرة ثانية إلى البساط، وأني صراحة انتهز هذه الفرصة لأشكر التلفزيون الجزائري على هذه الدعوة الطيبة. بيت بيتك. نعم، بيت بيتي، ولكن الاهتمام بكل الرياضيات. أكيد. هذا هو الشيء الذي فرحنا، واجبنا هذا، وواجبكم. نعم، وهذا ما رأيناه بعينينا، فشكرا جزيلا لكم على تألقكم، وأتمنى لكم دائما التألق والنجاح. شكرا سي جواد سي حافظ، إن شاء الله مزيدا من الاتفاقيات، وإن شاء الله نلقاكم في كل الاتحادات مستقبلا. بما أن الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية مفتوحة، ومن خلال المكتب التنفيذي الاتحادية وكل أعضاء الجمعية العامة للاتحادية، ترحب بكل اتفاقية تكون لتنمية وتنمية الرياضة، هذا هو الأهم لنا. شكرا لك مشاهدينا الكرام، خدمكم في الإخراج هيكل قاسمي بمساعدة زكريا حبشي. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.